أصابع يدي. من بعد غادي نبدا نجمع العجينه ديالي بالماء عادي حتى كتجمع العجينه، يعني غنبقاو نضيفوا الماء شويه بشويه، ما نعملوش الماء بزاف، يعني غير شويه ما نخليوهاش قاصحه. حتى كنحصلوا على هذا القوام هذا غادي نعملو على سطح العمل، وغادي ندلكو شي شويه. كيف ما لاحظتوا العجينه كتلصاصق في اليدين بالحق، ملي عندلكها ما تبقاش. انا دلكتها حيت سبقت الحشوه هي الاولى، الا كنت سبقت العجينه هي الاولى كنت غادي نجمعها وغادي نعملها في شي كيس بلاستيكي وغنخليها ترتاح على خاطره، فهمتي؟ غنجمعها غير شويه. صافي كيف ما لاحظتوا العجينه طلقت راسها ودلكت مزيان. دابا غادي نجيب واحد الاناء وغادي نعمل فيه الزيت وغنوضع ديك العجينه وغادي نغطيها بالبلاستيك الغذائي ونخليها ترتاح شي 5 دقائق. هيداك كل ما خليتوها ترتاح اكثر كل ما كنحسن. وخليكم معايا ندوزوا الخطوه المواليه اللي غادي نشكلوا فيها الكويرات.
الدهنية أولا ندهن سطح العمل بالزيت، وغادي نوضع فيه ديك الكويرات ديال العجين اللي شكلتهم بالمساعدة الزيت. غنبقى نشكلهم بهذه الطريقة هذه كيف ما كتشوفوا، ساهلين كيف ما كنكوروا الرغيفات. وهانتوما معايا بعد ما بردت الحشوه ديالنا وارتاحت العجينه، دابا غنبقاو نطلقوا الكويرات ديال العجين وغندهنوا بالزبده مذابه خاصه بالطريق، وغادي ندردر عليهم النشا اولا ميصينا، وغادي نبقى نطوي العجينه بحال اللي غادي نعمل الرغيفه، ولكن عي جوج طويات ما غادي نعملش ديك طويات اخرين اربعه صافي. وغادي نطلقها نزيد نطلقها شي شويه هيدا، وغادي نبقى نعمر ديك الحشوه فيها. طبعا غنزيد ندهن ديك الزبده باش كتجيني مورقه. غنعمل حشوه كيف ما كتشوفوا، وغادي نطويها بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا في الفيديو كيشرح راسو. غنطوي هيدا بهذه الطريقه وعنسكي بيدي باش ما كيتفتحوش ملي كيكونوا كيطيبوا في الفران. صافي هيدا ملي كنقلب جهه اخرى كنلويهم بحال ليلا بحال شي حلزون، وكنخبعوا ديك الزوائد تحت المحنشه ديالنا وكيجيو على هذا الشكل. هذا دائما كنحاول نطلقوا العجينه رقيقه بزاف باش كتجينا مورقه مزيان وبشكل جيد. كنستمر بهذه الطريقه هذه، وكنبقى نطلق العجينه حتى كيظهر سطح العمل. غنبقى نطلق حتى في الجوانب اللي في الاطراف ديالها. كيف ما لاحظتوا العجينه كتجي ناجحه، ما كتقطع ما والو، كتجي غزاله. الا ما كانتش متوفره عندك ورقه باستيلا يعني كاين الحل، كتعمل هذه العجينه هذه الرغيفات كيجيو كيحمقوا مقرمشين ولدادين، حتى الوليدات صغارين كيعجبوهم. انا عاودت معكم هذه باش نزيد نوضح لكم. كنطلق العجينه بالزبده وكنرش عليها النشا ونطوي بنفس الطريقه كالمعتاد. كنطوي وانا كندهن الزبده، طريقه سهله وواضحه كيف ما كتشوفوا. صافي كنبقى نزيد نطلق فيها هيدا شويه، وكنطلق في نفس الوقت كنرش ديك الزبده. يمكن لكم تعمروا هاد العجينه هذه بالحشوه اللي بغيتوا، هذا غير اقتراح وصافي، ولكن الصراحه خاصكم تجربوا هاد الحشوه هذه، كتجي لذيذه والمذاق ديالها اكثر من رائع، وحتى الشكل ديالها كيجي مزيون وكيجي راقي. كنوضع الحشوه في الوسط، ومن بعد نشد الاطراف وكنحكم مزيان باش ما كتخرجش الحشوه في الطياب ملي كتكون في الفران، والمحنشه ديالنا ما كتحلش. صافي كيف ما كتشوفوا الطريقه سهله. كنقلب العجينه وغادي نبقى نشكلها بشكل دائري كيف ما كتشوفوا. اللي نقدر ننصحكم به هي ملي تكونوا كدلويوها خليوها شويه مرخوفه، ما تزيروهاش بزاف، وديما داك الطرف اللي كيبقى خاوي كنعملوه لتحت. بالنسبه للتزيين كيبقى لكم الاختيار. من بعد ما كدهنوهم بالزبده اللي بقات، يمكنكم تستعملوا الزنجلان او البافو اللي هو بودور الخشخاش، يمكنكم تستعملوا حتى الجبن المفروم. دخلتهم الفرن على حراره متوسطه ماشي مجهده باش كيطيبوا على خاطرهم، وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال المحنشات ديالنا. كيجيو كيحمقوا لذيذين بزاف، مورقين ومقرمشين. كنتمنى تجربوهم، اكيد غادي يعجبوكم ويعجبوا وليداتكم. وما تنساوش تشاركوا الوصفه مع العائله ديالكم والاصدقاء، وشجعوني باللايكات والتعليقات، واللي باقي مشترك كنتمنى يضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس باش يتوصل بجديد الوصفات. كنتمنى لكم اوقات طيبه، ونتلاقاو فيديو اخر.